نروح بقى مع حضراتكم على نتائج منافسات اليوم الثالث للبطولة العربية لدرجات الطريق. كنا اتكلمنا مع حضراتكم عنها قبل كده، بالمناسبة بتقام منافساتها في منطقة اسمها البادية في مدينة 6 أكتوبر وهتستمر حتى يوم 19 من نوفمبر الجاري. اللي حصل كالآتي: امبارح مصر حصلت على ثلاث ميداليات بعد فوز اللاعبة المصرية ابتسام زايد بالمركز الأول والميدالية الذهبية لسباق فردي ضد الساعة. دي فئة معينة من فئات السباقات لفئة الإناث، وهي بالمناسبة أول ذهبية لمصر في سباقات الطريق بالبطولة مع أول مشاركة للبطلة ابتسام زايد نفسها. فازت اللاعبة الكويتية لطيفة عامر بالفضية، وفي سباق فردي ضد الساعة لفئة الشابات حققت الجزائرية نسرين حويلي المركز الأول والميدالية الذهبية، وحصدت المصرية حبيبة محمد السيد الميدالية الفضية. ده في الفئة دي من السباقات. في سباق فردي ضد الساعة لفئة الشباب حقق اللاعب الإماراتي محمد المطيوعي المركز الأول والميدالية الذهبية، وحصد الجزائري صلاح الدين أيوبي الميدالية الفضية، وتوج لاعب منتخب مصر عبد الله عفيفي بالميدالية البرونزية. طبعا فوز مصر بثلاث ميداليات جاء بعد منافسات قوية جدا وشهدت حماس كبير من كل اللاعبين، وأكيد تحقيق الميداليات دي هو واحد من ثمار فترة الإعداد القوية الجيدة اللي خاضها كل اللعيبة استعدادا لهذه البطولة، وطبعا بنتمنى لهم المزيد من النجاحات والتوفيق إن شاء الله.